انت بدايتك كانت ناشئين انبي، قول لي مين اكتشف انك ممكن تكون لعيب كور؟ يعني مين مثلا قال لك لا انت لازم تروح تعمل اختبارات دلوقتي وتكون لعيب كور؟ بص انا كنت بحب العب حافي زي ولد صغير يعني. حافي فين؟ في الشارع؟ في الشارع وعلى الاسفلت. انا طبعا دلوقتي مستحيل اعمل كده طبعا. مره جربت ان انا امشي بس حافي، لا رجلي وجعتني، الموضوع بقى صعب. مش عارف الاسفلت بقى وحش ولا انا اللي ضعفت ولا ايه اللي حصل، بس لا لا اتعود تقريبا بيلعب على ملعب خلاص بيرجع طبعًا تاني طبعًا الموضوع. طبعا. فكنت بلعب حافي في الاسفلت، والدي كان بيجيب لي كوتشي فكنت باخده اعمله عرضه، لا انا هلعب حافي برضه. فحد اسمه حسن مرسي طبعا انا بشكره جدا شافني واعجب بيا، خدني رحت التصنيع اتمرنت شويه كده وبعدين رحت انبي نزلت. انا فاكر ان انا كنت صغير كده. كان عندك كام سنه؟ كان عندي تقريبا 13 14 صغير يعني. كنت لابس تيشيرت جاي لحد بعد الشوط، يعني الشورت لحد هنا وتيشيرت نازل تحتيه، والله دي حقيقه. كان في كابتن اسمه كابتن عماش، اي حد لعب في ام بي عارفه يعني. بس انا اتعرفت عشان التيشيرت بتاعي كان كبير، فهو راح زقني كده من ظهري وخدني لعبت في ام بي سنتين. تجربه ام بي بالنسبه لك كانت عامله ازاي؟ لا هو للاسف انا ما لحقتش العب هناك لان حصل كده مشكله انا مش حابب اتكلم فيها. اطول فتره في حياتك قعدت في سيراميكا لحد ما وصلت لقياده الفريق. ده حقيقه. ايه الصعوبات اللي واجهتك بقى في سيراميكا؟ بس هو كان انا طول عمري بحب ان انا احط نفسي في منافسه، ما بحبش ان انا من نوع ان انا ما بحبش ابقى مريح يعني. حتى وانا بلعب وانا اساسي في الفرقه بحب دايما باصص للي ورايا ان هو ممكن يلعب على اساس، فدايما بتمرن اكتر. طول ما في حد في ضهرك بيخبط وراك انت بتتطور يعني. دي اكتر فتره حاسس فيها انك تألقت؟ دي حقيقه. يعني انا كل الناس وكل اللي في المجال ضيا مين ضيا بتاع سيراميكا ضيا مين، ما حدش مثلا جاب حاجه، لان ده اكتر فتره وانا عملت حاجات كتير قوي مع النادي وكنت نضجت طبعا مع سيراميكا، لان قبل كده كنت كل ده لسه صغير. فلا الموضوع مختلف خالص في سيراميكا يعني. طب ايه اسباب رحيلك عن سيراميكا؟ ايه اللي حصل؟ بصي هو انا عملت كل حاجه في النادي يعني، انا رحت نادي هم في الثالثه يعني. انت شايف مفيش حاجه تانية تتعمل فمشي؟ لا مش ده بالظبط بصراحه. انا كان جاي لي فرق. انا من نوع انا عايز العب اساسي، انا شايف ان انا كل واحد كل لعيب بيبقى ليه تارجت معين. في لعيب بيبقى مثلا كل التارجت بتاعه هو موجود في الدوري الممتاز وياخد فلوسه كده. في لعيب تاني بيفكر ان انا عايز العب، انا من النوعيه دي ان انا اهم حاجه عندي ان انا العب. فانا ما كنتش بلعب بصفه اساسيه، كنت بلعب واخر دوري لعبت اهلي وزمالك ومقاولين واسماعيلي، لعبت كل الماتشات اللي في الاخر دي. بس دوري مش رقم واحد يعني. فاتكلمت مع مدير الكوره وقلت له انا جاي لي فرق. طبعا انا مشيت متاخر والدنيا ما ساعدتنيش ان انا الفرقه اللي كانت بتكلمني ديت ان انا الحق اروحها. على ما مشيت كانت الفرقه دي جابت ناس وسكنت ناس، فطبعا الامر بالنسبه لي صعب. وكان فاضل على الممتاز بان انا رحت الداخليه يوم الاربعاء وماتش الجمعه. ولعبت لعبت ماتش بتروجيت اول ماتش ده. فروحت واشتغلت معاهم وقلت بقى انا خلاص انا ابدا خطوه جديده من الاول، مفيش مشكله. انا مش انا من النوع اللي انا ما بيأس يعني، صعد زي ما صعد سيراميكا صعد الداخليه وصعد الانتاج وصعد اي حد انا موجود فيه يعني. فروحت معاهم فما اتبسطتش، الناس محترمه جدا عشان بس انا عارف الناس محترمه والاجواء حلوه وكل حاجه، بس انا عندي حاجه معينه في دماغي كده لازم العب فيها اجواء معينه يعني. فانا اخترت الاجواء بتاعت راحه واستقرار ويبقى ليك مكان كده تتمرن فيه ملعبك وحاجات كتير قوي طبعا. بتفرق يعني، بتفرق مع اللعيب اللي هو اصلا طول عمره في استقرار، لان انا طول عمري في سيراميكا في مستقر. فلما تروح حته مش مستقره فانت هتتعب. الداخليه طبعا نادي كبير والسنه دي ان شاء الله ربنا يكرمه ومساعده، بس انا كنت عايز انا عايز بحب العب في استقرار عشان اعرف اطلع اللي عندي، ما ابقاش بقى شاغل دماغي بحاجه ثانيه. وانا بحب انا شاغل دماغي بالكوره بس. فرحت الانتاج بقى وشغال معاهم اهو الحمد لله. مدربين كتير بيفرقوا في حياه اللعيب يعني، يا اما بيخلوا نفسيته كويسه جدا ويأدي في الملعب يا اما لا. مين مدرب حاسس ان هو اثر معاك في الحته دي؟ بص انا كل المدربين اتعلمت منهم من وانا صغير لحد ما كبرت. انا في البيت عندي كاتب، هذا الموضوع ده تقريبا اول مره اتكلم فيه. انا عندي كاتب نوت. بتكتب نوت؟ بالظبط، بكتب نوت لكل مدرب انا اتعلمت منه حاجه او هو قال حاجه علمتني او هو مرني تمرين معين او اتكلم كلمه من ماتش عجبتني انا استفاد منها. انا دلوقتي في حاجات معينه بقعد قبل الماتش بقعد اقراها كده
اذكر نفسي بيها. فانا كل المدربين اللي اتعاملت معاهم لا هم اوريدي، بس في اكيد حد بعينه يعني اثر فيك بشكل كبير. لا مفيش حد معين، هم كلهم الصراحه انا استفدت منهم يعني من بدايه. انا مش عايز ارجع قوي يعني، هرجع قوي هيبقى كابتن سيد تجانا وكابتن سامح مسعد وكابتن سعد فاروق وكابتن طبعا. مدرب كان قريب لقلبك كنت حاسس ان هو بيفرق معك، بتتبسط لما بتشوف، بتأدي لما بتتكلم معي؟ بصي هو الموضوع مش كده بالظبط، هو الموضوع ان المدرب يبقى واثق فيك فانت غصب عنك. انا كان كابتن مؤمن سليمان كنت اتمرن معاه انا في نجوم المستقبل، كان دايما الناس اللي بتلعب اساسي ما بيهتمش بيها. فجيت اتكلمت معاه قلت له يا كابتن ليه بتعمل كده؟ قال لي ضيق انت كده كده بتحبني، انت بتلعب هو كان واثق فانت كده كده اوريدي بتحبني. لا اللي بيلعب ده بالنسبه له المدرب دوت هو احسن مدرب في العالم طبعا، وان هو دي احسن تشكيله في العالم ان هو بيلعب اساسي. واللي ما بيلعبش اساسي هو شايف من وجهه نظره ان المدرب دوت لا ظالم، وان هو هو في مصر الكره بتقول كده يعني. فهو المدرب عامه، المدرب اللي بيلعبك وبيثق فيك وبيديك كل الثقه فانت غصب عنك بتحبه. يعني انا حبيت كل المدربين اللي اشتغلت معاهم، لان انا عمري في حياتي ما قعدت احتياطي غير في سنه الدوري الممتاز ده بجد. فعشان كده كل المدربين اللي انت بتكلمي عليهم انا حبيتهم واستفدت منهم كلهم، مفيش حد ما استفدش منه. فما ينفعش اقول حد وما اذكرش حد تاني، فاهم قصدي؟ بس شايف ان الكوره ظالمه بتظلم اللعيبه؟ طبعا الكوره ظالمه. طب انت شايف نفسك حققت اللي انت عايزه في الكوره؟ لا طبعا ما حققتش اي حاجه. لا حققت طبعا جزء من اللي انا عايزه، بس اكيد مش كله. لو حققت كله كان زماني محترف مثلا او بلعب في يعني في حاجه انا كنت بتمناها مثلا. اكيد لا طبعا انا ما حققتش كل اللي انا عايزه. شايف ان في اسباب معينه منك انت خليتك ما تحققش؟ اكيد اكيد انا مقصر. اكيد انا مثلا ما اتمرنتش، انا دايما بدي نفسي انا مثلا لو خسرنا ماتش وانا كنت كويس، لا انا ما بقولش انا كويس وانا خسران خالص. دايما اقول لا انا وحش، انا لو كويس يبقى كسبنا، انا ما كسبتش. فاكيد انا برده ما دام ما وصلتش للمكان اللي انا عايزها يبقى انا قصرت. قصرت بقى في تمريني، في نومي، في اي حاجه، اكيد قصرت، اكيد في تاثير حصل مني. شايف ان في لعيبه معينه بتاخد فلوس اكتر بكتير من اللي تستحقه؟ من وجهه نظرك انت؟ لا انا بشوف ان هو ان ده رزقه، وان هو اكيد اجتهد واكيد تعب واكيد نام كويس وكل كويس وظبط نومه وتمرينه وكل حاجه، فاكيد 100% هو ما وصلش للرقم الفلوس ده اللي بتعب، فاكيد ده رزقه. يعني انا لو قلت حاجه غير كده يبقى انا باصص له في رزقه او شايف ان هو ما يستحقش كده. لا